نبتدي بالبشارات الحلوه. اه بالظبط، انا مع سهير بنبتدي بالبشارات. اول واحد هيبقى عنده بشاره حلوه جدا جدا مولود الحمل. مولود الحمل عنده شعبيه كبيره لان الشمس داخلاله في الجوزاء، والجوزاء ده بيته الثالث. يعني ايه بيته الثالث؟ يعني بيت الانتشار، بيت تحقيق الاهداف، بيت انك عندك حضور او جاذبيه او وصول لقلوب الناس بمنتهى السهوله. الحمل هيتحرر من قيود معينه كانت مقيداه الفتره اللي فاتت، هيبتدي ستيب باي ستيب يتحرر من قيد ورا قيد لحد ما يحس بالتحرر الشامل، فهيحقق حاجات كثيره جدا وهيسمع اخبار حلوه. وموضوع الحمل عنده حاجه تخص عربيه او موبايل، يعني هيصلح عربيه، هيشتري عربيه، في حاجه تخص موضوع يخص عربيه. ده محظوظ اللي هيشتري موبايل ولا عربيه في الفتره اللطيفه دي. عنده فعلا موضوع بيدور حوالين كده. ممكن بعض مواليد الحمل يغيروا عربياتهم، يبتدوا يقرروا يشتروا عربيه جديده او حاجه وسيله او حياه جديده. ما هو انا قلت هو هيتحرر عن قيود. ممكن عربيه تبقى حياه جديده. لا لا، هو حاجه اللي هي وسائل المواصلات. البيت الثالث ده ان هو في حاجه بتمشي، يعني موتوسيكل مثلا، عايزه اقول اللي هو سكوتر، موتوسيكل، اي الحاجات دي. في حاجه مركبه هيركبها، في تغيير فيها، وتغيير حاجه الكترونيه زي موبايل، يشتري حاجات الكترونيه في البيت. كل الكلام ده وارد للحمل. مولود الثور، مولود الثور عنده اهتمامات كتيره جدا صحيه وقضائيه، الاثنين ماشيين مع بعض. اديني صحيه عشان خلينا نقول ان مواليد العشريه الاولى عندهم مواضيع قضائيه هامه جدا، زي حسم في موضوع قضائي، زي نفقه، اللي داخلين مواليد الثور نفقه، عده، تقسيم مواريث، بيع وشراء، عقارات. دول مواليد الدايرة الثانية أكثر اهتماما بالاهتمامات الصحية، اللي هو من يوم 1/5 لغاية يوم 14/5، دول اهتماماتهم أكثر حاجة صحية. أو هي في العشرية الثانية 12 في مواضيع صحية بتتناقش، بس إن شاء الله في حالة من التعافي، لأن جوبتر اللي هو كوكب الحظوظ الكبرى المفيدة لما يدخل لبرج بيديله رفاهية، بيديله قوة. فهو البرج ده وعطارد كان متراجع في الثور، عامل لهم حركة تراجع في صحة، في مال، في طاقه. فخلاص احنا عطارد متقدم دلوقتي، مشي لا متقدم، ما مشيش، يعني بدل ما كان راجع ورا، بدل ما كان راجع بظهره ورجع بوشه قدام، فما مشيانه لقدام او حركته الاماميه ما يعاود سيره الطبيعي للامام، فاموره الطبيعيه اللي هي حالته الطبيعيه هيستعيدها تاني. فكل دي بشارات حلوه للثور، فانا شايفه عنده استعداد، استعدت مكانه، استعدت صحه، استعان، يعني في حاجه هيستعيدها للافضل، يعني بشكل تصاعدي ايجابي. اوكي، للافضل. مولود الجوزاء طبعا، كل سنه وكل مواليد الجوزاء طيبين وبالف صحه وخير، بدأ شهر ميلادهم. يا رب شهرهم حلو بقى الجوزاء ان شاء الله، لان الكواكب راحه لموضع ايجابي. اولا وجود فينوس بالبيت الثاني اللي هو بالسرطان بالنسبه للجوزاء حلو، الشمس داخله عندهم، فبنقول لهم كل سنه وهم طيبين على كل الاصعده تقريبا. الشمس لما بتدخل برج حد فبتتقسم حظوظها، صعيد صحي، صعيد مالي، لان الشمس عندك انت فانت مالك الشهر، فعلى كل الاصعده الدنيا حلو، دراسة، صحة، حياة اجتماعية، مهنة، فلوس. فانت بقى استمتع بالشهر يا جوزاء على قد ما تقدر، وعوض، لان الشهر اللي فات كان تقيل قوي 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 على مواليد الجوزاء. كده منشن لصديقتنا ريهام ابراهيم برج الجوزاء، اهو اخبار حلوة ان شاء الله. وزميلتنا الجميلة هند احمد فراج برضو جوزاء، فيعني ايه بشارات حلوة يا رب لريهام وهند ولكل برج الجوزاء.